هذه اللحظة يلعب لكريم، تمت انطلاقة الشوط الثامن في المجموعة الشوط الرابع اللي فئة القعدان من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي. يلعب لكريم سباقات الأصايل مدعومة من شركة بيوبيتي البيطرية، مدعومة من جهات الإعلامية. الحفلة كريم متميزة في عالم سباقات الهجين في أول المراكز. هذا الشقب للسيد عنتر عبد الله مع الشقب في أول المراكز والثاني المراكز. هذا هو فجاج يدعون مكيتة، فجاج اللي في ثاني المراكز السيد محمد بن سعيد المري مع فجاج في ثالثة المراكز. رابع المراكز عزام سنيد بن علي الدعية واصل مع عزام في ثالثة المراكز. رابع المراكز الشاهين ناصر بن عبد الله المري واصل اللي في هذه اللحظات يلعب لكريم في ثالث المراكز. رابع المراكز أرى الغدوم مع شاهين السيد سعد بن كخان واصل مع شاهين في خامس المراكز. أسماء واصلة وشعارات غادمة، ولكن روح مع اللي في أول المراكز كما تشاهدون مع هذه الانطلاق من الجانب الأيمن الشقب عنتر في المري مع الشقب في أول المراكز. هذه عنتر بن عبد الله المري مع الشقب في أول المراكز مع هذه الانطلاقة المميزة. والأداء الرائع هذا الشقب كما تشاهدون مع هذه الانطلاقة المميزة. راح بالمركز الأول، راح بالنفوس الشقب للسيد عنتر بن عبد الله المري. وثاني المراكز، ثاني المراكز على الأسماء واصلة، الشعارات غادمة إلى حفلة كريمة، ولكن الشقب مع عنتر بن عبد الله المري في أول المراكز مع هذه الانطلاقة. ما شاء الله تبارك الله، راح الشقب بالمركز الأول، راح بالنفوس الأداء المميز هذا الشقب للسيد عنتر بن عبد الله المري في أول المراكز. شكرا على هذا الأداء، شكرا بعبد الله على هذا الأداء المميز، والتهاني والنامس موصول على فوز الشقب بالمركز الأول. والأداء الرائع والانفرادة تم تهانينا والنامس ثاني المراكز. الغدوة ما كان مع عزام سنيد بن علي الدعية، وثالث المراكز وصل بن كخان سعد بن كخان وصل مع شاهين في ثالث المراكز. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 6 ثواني 32 جزء من الثواني. الحفل الكريم وبدا يتحطم التوقيت. رويدا رويدا الحفل الكريم، التهاني على هذا الفوز المميز.